بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن درس جديد في تخصيص وتركيب الخلايا. طبعا تكلمنا في الدروس السابقة عن خلايا العضلية وأقسامها، وهي خلايا العضلات القلبية، وخلايا العضلات الهيكلية، وخلايا العضلات المناعية، عفوا خلايا العضلات الناعمة، واختلاف طبعا تخصص تركيب الخلايا السابقة يحتاج إلى أجهزة لتنظيم عمل هذه الخلايا التي تكلمنا عنها، وهي خلايا مختلفة، وبالتالي يعمل كل من الجهاز العصبي وجهاز القدد الصماء وأيضا الجهاز المناعي كوحدة تكامل لتنظيم وظائف الخلايا المختلفة، مما يؤدي إلى المحافظة على الخلية في حالة الاتزان الداخلي لها، وأيضا وبينها وبين السوائل الخلاوية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ هذه الأجهزة على حالة الاتزان الطبيعية والكيميائية لأعضاء وخلايا الجسم المختلفة بشكل عام. وذكرنا طبعا الأجهزة الثلاثة المهمة جدا، وهي الجهاز العصبي وجهاز القدد الصماء والجهاز المناعي. هم الأجهزة القوية القادرة على أنهم يتبعون جميع الخلايا الجسمية، من الخلايا العصبية إلى الخلايا الجلدية إلى الخلايا في الأعضاء الجسم كلهم، وأيضا الخلايا الدماغية في الدماغ. لهم المركز الكبير أو الأولي في التحكم، بالإضافة إلى الدماغ أيضا هو اللي ينظم الأشياء. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس المبسط. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.